السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم معنا ماي لافلي تويز. واخيرا اليوم جبنا كان لاول مره عنا على القناه، كمان فيديوهات سابقه شفتوا انه جبنا تشيلسي، كمان لسه عنا باربيات والعاب جديده ما انسوا تتابعونا لتشوفوهم. هلا خلونا نفتح كان نشوفهم بعض. مثل ما شايفين هو كان العريس لابس بدله وحذاء، كمان رسمين نوتها مشان صديقة العروس تبحث عنها وتلاقيها. كمان رسمينا شوية قلوب على العلبة، خلفية العلبة كمان مثل ما شايفين انه عريس. هلا خلينا نفتح اللعبة ونشوفه ونتعرف عليه مع بعض. مثل ما شايفين هون في ورود. هلا افكم التثبيت. عن جد خلفية العلبة كتير حلوة، ياريتها بس كانت أكبر شوي، ممكن كان ساوي حفل زفاف باربي. مثل ما شايفين هاي معنا كان عريس. لعبتنا اليوم بحرك ايده بس لفوق تحت، ما بحرك عالجوانب، بحرك رجليه، بحركهم شوي عالجوانب، طبعا بحرك راسه بجميع الاتجاهات. شعراته كمان مضينه كتير حلو، كتير حبيته. مثل ما شايفين كمان بيقدر يوقف لحاله بدون ستان، حتى مو ساندته على حيط او شي. مثل ما شايفين وقف لحاله، كمان هي ميزة كتير حلوة فيه. لابس بدلة كتير كتير حلوة لونها اسود، حاطت بيبيونة لونها زهري، لابس قميص لونه ابيض، ولابس حذاء كمان لون اسود، حذاء كتير كتير حلو، حذاء للعريس طبعا. عن جد البدلة تبعه كتير كتير حلوة، بس حابة اشوف انا انه القميص تبعه، القميص تبعه طلع بس بدون كم. نشوف له شكشاك بنقدر نشلحه اياه، بنطلون كمان له شكشاك. البنطلون جاي قطعة واحدة مع القميص، القميص والبنطلون طلعوا قطعة واحدة، هي أول مرة بعرف هالمعلومة. بس عن جد البدلة تبعه كتير كتير حلوة، بس كان هاد ما معه غير هدول الملابس، عشان هيك مثل ما بتعرفوا أنا كتير بحب فصل الملابس للباربيات والألعاب اللي عندي. إذا حابين تشوفوا ملابس أنا مفصلتها لكان، حطوا لايك كتير كبير للفيديو وخبروني بالكومنت تحت شو حابين فصلوا، بنطلون جينز سكنزات، خبروني بالتعليقات. هاي كانت لعبتنا اليوم، اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوا تحطوا لنا لايك، تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، تشتركوا معنا بالقناة لو اول مرة بتشوفونا، ما تنسوا تتابعونا كمان لتشوفوا العاب جديدة، فيديوهات جديدة وتمثيليات جديدة، والسلام عليكم.